ولا يا يوسف. نعم يا ماما. تعالى هنا يا ولا. ايه يا ماما عايزه ايه؟ روح يا ولا بسرعه هاتلي طماطم وبطاطس. يو بقى يا ماما انا بلعب. انجز يا ولا عشان اخلص الاكل. يو حاضر. يلا الفلوس بره عندك في الدرج، روح خدها يلا وبسرعه. الواد ده اتاخر كده ليه؟ بقاله ساعه. ماشي يا يوسف، والله لما تيجي لاديك بالجزمه. شكله جه. انت ايه يا ولا اللي اخرك كل ده؟ بقالك ساعه ولا بتجيب بطاطس وطماطم؟ معلش يا ماما. هتوريني، خلينا الحق اعمل الاكل. ايه ده يا ولا؟ يا نهارك اسود يا ولا، انت جايب لي قلقاس؟ ها؟ هو انت مش كنت عايزه قلقاس؟ قلقاس مين يا ابني الجزمه؟ انا قايله لك طماطم وبطاطس، ايه اللي جاب الطماطم والبطاطس للقلقاس؟ ماما معلش انا نسيت، لحد ما وصلت عند بتاع الخضار كنت نسيت، فقلت اجيب لك اي حاجه عشان ما تزعليش. لا والله، لحد ما رحت عند بتاع الخضار نسيت على اساس فين هو؟ ده هو تحت البيت، لحقت تنسى؟ وبعدين انت متاخر ساعه، وكمان نسيت الحاجات اللي قلت لك عليها، كنت فين يا ولا؟ يا ماما الصراحه انا كنت بعمل خير، بس ما كنتش عايزه اقول عليه عشان الثواب ما يروحش. خير خير ان شاء الله. كنت بتعمل ايه؟ اول حاجه يا ماما كان في راجل عجوز ومعاه عصايا كده ومش عارف يعدي الشارع، فانا كنت بعديه. بعد ما عديته يا ماما قال لي شكرا ودعالي كتير قوي. بعدين يا ماما كان في ست تانية مليانة شوية ومعاها كياس كتيرة، والكياس اتقطعت والحاجة بتاعتها اتبهدلت، انا جبت لها كيسة ولمت لها الحاجات يا ماما، وبعدها شكرتني ودعت لي برضو. وبعدين يا ماما شفت بنت صغيرة كده قاعدة على جنب وعمالة تعيط، فرحت لها وسألتها، لقيتها الفلوس بتاعتها اللي ماما ادتها لها عشان تجيب حاجات ضاعت منها، وانا قعدت ادور عليها لحد ما لقيتها. وبعدها البنت فرحت قوي وطلعت تجري عشان تروح تجيب الحاجات اللي ماما قالت لها عليها، وانا فرحت قوي يا ماما. يا لهوي يا حبيبي، ايه الحاجات الحلوة اللي انت عملتها دي؟ والله وعرفت تربي يتيم كهانم، والله ده انا ظلمتك يا حبيبي. معلش يا حبيبي حقك عليا، ما فيهاش حاجه يعني لما تنسى الطماطم والبطاطس وتجيبوا القلقاس. مالها القلقاس؟ هناكلها برضه. والله تمرت فيك التربيه يا ولا يا يوسف. بقول لك ايه، خد 10 جنيه يا حبيبي، روح جيب اللي انت عايزه. لا يا ماما شكرا، الثواب محدش بياخد عليه اجر، انا مبسوط كده. يا ما شاء الله، الله اكبر، خمسه في عيني. ايه ده؟ لا خد 20. لا يا ماما شكرا. عشان خاطري يا حبيبي، خد ال 20 جنيه عشان تروح تجيب اللي انت عايزه. روح افتح يا يوسف. حاضر يا ست الكل. يا لهوي ده ابني. هي فين؟ هي فين امك دي؟ مين يا يوسف؟ وفي ايه؟ الواد جري كده ليه؟ انت يا ست هانم. ايه فيه يا ام حسين؟ مالك؟ اتفضلي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا اختي، لم ابنك بقى عشان انا زهقت وتعبت. ابني؟ ماله ابني؟ كسر لي ازاز البلكونه بالكوره اللي كان بيلعب بيها. ها؟ انت ده حصل يا ام حسين، الاولى كان بيجيب لي حاجات. دلوقتي يا حبيبتي بقاله ساعه بيلعب في الشارع، واقول له بس يا يوسف، عيب يا يوسف، ابعد يا يوسف، وده ابدا. ساعه الولا كسره لي قبل كده وقعدوا لي معلش يا ام حسين انا اسف وكان غصب عني وسكت وما رضيتش اقول لك. دلوقتي هقول له، اقول لامك يقول لي قولي لها عادي انا ما يهمنيش. اقول له ولا عيب انا قد امك، يقول انا امي مش تخينه. يرضيكي بقى كده؟ لا لا اكيد انت غلطانه، انا ابني كان بيعمل خير. خير؟ خير منين يا حبيبتي؟ هو ده وش وش خير؟ ده على طول بتاع مصايب. لا لا عيب عليكي والله، ده لسه ابني معدي راجل عجوز الشارع. من مين؟ معدي مين يا اختي؟ الراجل العجوز قال له تعالى عديني يا ابني، راح مسك ايده وسابه في نص الشارع وخد منه العصايه وطلع يجري. لولا ستر ربنا كان في شاب معدي انقذ الراجل. لا لا اكيد انت بتهزري معايا، ده لسه في ست يا حبيبتي كانت حاجتها واقعه وهو جاب لها اكياس وقعد يلم معاها. ست مين؟ الست دي اللي قعد يزفها هو والعيال، وراح جايب مسمار وخرم لها اكياس ووقعها وقعد يخطفها هو والعيال، والوليه قعدت تكلم نفسها وهي ماشيه. يا لهوي اكيد انت بتتكلمي على حد تاني. طيب البنت الصغيره اللي كانت فلوسها ضايعه وهو لقاها لها، ان كان هو اللي واخدها، خطف الفلوس من البنت وطلع يجري وخلى البنت يا عيني قاعده تعيط ومش عارفه تعمل ايه، رحت انا اديت لها الفلوس عشان امها ما تضربهاش. مين الواد اللي انت بتتكلمي عليه؟ انت بتتكلمي على ابني انا يوسف ولا على ابن ابو لهب؟ ده لهوي، ده لو متربي مع كفار مش هيعمل كده، ده ابليس ذات نفسه ما عملش الحاجات دي. يا اختي مش عارفه تربيه، هات انا ربهولك اسبوع واحد بس ورجعهولك محترم. لا خلي عنك يا حبيبتي، انا اعرف اربيه ورب اللي خلفوه، ان كنت ربيت ابوه وخليته ماشي زي الالف مش هقدر على حته عيل صغير. يوسف
ده انا هروح اعلقه في النجفه جوه. جاب لي الكلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. ها يا نهار اسود، قالت لماما كل حاجه، هعمل ايه؟ انا لازم اتصرف، انا لازم اشغل دماغي. ام حسين اكيد انت مش قصدك عليا في الكلام ده، اكيد انت مش فاهمه حاجه. والله العيال هم اللي بيعملوا الحاجات دي وبيجيبوها فيا، وانا عشان طيب وغلبان محدش بيصدقني. لا والله. ايوه والله صدقيني، انا ما عملتش حاجه، انا ببقى واقف عادي كده وساكت ما بعملش حاجه. العيال يحدفوا الكره على الشباك بتاعك ولا البلكونه ويطلعوا يجروا ويسيبوني انا، وانا عشان ما عملتش حاجه بفضل واقف وانت تفتكريني انا. بجد يا يوسف؟ ايوه والله، انا ما بعملش اي حاجه وحشه في اي حد، والبنت انا ما خطفتش منها الفلوس، انا خطفتها بس عشان في واحد كان عايز يسرقهم، فانا قلت اخدهم احسن ما حد يسرقهم وادهم لها بعد كده. يا حبيبي يا ابني معلش. والراجل العجوز مش انا اللي خطفت منه العصايه، انا كنت بعديه، وواحد صاحبي هو اللي خطف العصايه وانا كنت بجري ورا عشان اجيبها. يا عيني يا ابني معلش انا اسفه. والست المليانه مش انا اللي قطعت لها الكياس، الكياس اتقطعت لوحدها وانا كنت طالعه اجري عشان اجيب كيس والم لها، بس العيال اخذوا كل حاجه وطلعوا يجروا، اعمل ايه؟ معلش يا حبيبي هدي نفسك، انا اسفه يا حبيبي والله. تعالى في حضني يا ابني، حقك عليا ما تزعلش. ها؟ ايه ده؟ في ايه؟ ام حسين هتقولك على كل حاجة. يا عيني يا ابني يا ما في السجن مظالم والله. مظالم مين؟ في ايه يا ولية؟ مفيش، الولا ابنك طلع بريء والعيال هي اللي عاملة كل ده، الولا ابنك متربي والله وغلبان. انا قلتلك اكيد انت بتتكلمي على حد تاني، ده تربيتي. ها؟ مع السلامة يا ام حسين. خد يا ولا يوسف. بص يا حبيبي انا عارفه الكلام اللي قالته ام حسين في الاول هو الصح، وان انت عملت الحاجات دي، بس انا مرضيش اطلعك كذاب قدامها عشان ما تبقاش كذاب في نظر الكل، بس اللي انت عملته ده غلط وحرام، ان انت تشطر على راجل عجوز ولا ست كبيره ولا بنت صغيره وتاخد فلوسها كده حرام، بحساب ربنا شديد. ما ينفعش الهزار في الحاجات دي، الحاجات دي ما ينفعش فيها الهزار يا يوسف، لازم تتعلم الصح من الغلط. لو انا بضحك دلوقتي ولا اي حد بيضحك ما ينفعش، الحاجات دي ما ينفعش فيها ضحك، لازم تتعلم الصح من الغلط، ولازم تعرف ان في حاجات ممنوع وتحتها كذا خط احمر، فاهم؟ انا مش هعاقبك دلوقتي، بس لو عملت نفس الغلطه تاني ساعتها انا هحاسبك وربنا كمان هيحاسبك. انا اسف يا ماما، انا مش هعمل اي حاجه تانيه وحشه في اي حد. برافو عليك يا حبيبي.